مساء الخير على حضراتكم، معاكم من صالة تحرير البوابة نيوز. النهارده بنبث بشرى سارة للمواطنين. النهارده يمكن بقالنا 3 ايام الكلام والجدل داير حوالين فكره قانون البناء وايه الجديد. الناس في ناس فاهمه وناس مش فاهمه. تم طبعا الغاء اشتراطات البناء بقانون 2021 والعوده ل 2008، اللي هو يعني نقدر نقول ايه، لف وارجع تاني. طب ما كان من الاول احنا يعني عايزين نقول انه ده هيوفر على المواطنين كتير جدا. لو قلنا ولخصنا سبع خطوات عشان تاخد رخصه البنى، او ايه اللي جد، ايه اللي اتشال، ايه اللي اتحط من القانون. القانون فيه بنود كتير، حوالي 12 بند، هم اختصروهم ل8، لكن التسهيلات اقدر اقولها لحضراتكم كده في نقاط سريعه نقدر نجمعها في 7 نقاط. مثلا اول نقطه فيها تقديم طلب التعاقد مع المستند الدال على ملكيه الارض. ده اول هنقول خطوات الحصول على رخصه البناء بعد الغاء اشتراطات 2021. يعني اول حاجه فيهم تقديم وثيقه تامين في الحالات الخاضعه للتامين، مراجعه ملف الترخيص من خلال المركز التكنولوجي لمطابقه الرسومات والتصميمات لضوابط البناء، تسليم صورة التعاقد مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجي، مراجعة ملف الترخيص عن طريق فحص مشكلة. طبعا ده كان بيتم فحصه من خلال لجنة في الوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة مع تحديد رسوم الترخيص. بيسدد المواطن الرسوم وبعدين يجري إصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة خلال 48 ساعة من تاريخ السداد. مدة إصدار ترخيص البناء 26 يوم وممكن تصل ل 40 يوم. الحلو بقى في الموضوع إنه كان زمان المسألة دي مسهلة البناء في القرى وفي المحافظات، وده اللي مفرح الناس وأهالينا في القرى والمحافظات، إنه هيبقى في تسهيلات في موضوع البناء. إنه كان في مساحة، مثلا لو عنده مساحة في الأرض، كان القانون الجديد كان اللي هو 2021 مشترط عليه إنه يسيب مساحة معينة وإنه ما بيبنيش وبيروح بإجراءات وتعقيدات وورق كتير وتكاليف كتير. لكن النهاردة المسألة بقت سهلة، يقدر يروح الوحدة المحلية، من خلال الوحدة المحلية يخلص إجراءاته بكل سهولة. كان اللي عايز يعلي بيقدر يعلي بالرجوع للجهات المسؤولة مباشرة دون الاستشارات الصعبة اللي كانت موجودة. إنه ده هيخدم فئات كتيرة في المجتمع. عايز أقول لكم مثلا كان في ركود في العقارات بسبب قانون البناء، لأنه كانت الدنيا واقفة والحال واقف والدنيا مش مظبوطة. دلوقتي في فئات كتير هتشتغل. الطبقة الدنيا اللي كان بيروح يشتغل على سقاف، يشيل، يطلع مواد بناء، ينزل، يروح يجي، الناس دي هتلاقي شغل تاني. المقاولين هيشتغلوا تاني. فروق الأسعار اللي كانت موجودة هتقل. كمان أسعار الشقق هتقل. ده طبعا بناء على كلام خبراء العقارات، قالوا لنا الكلام ده، إنه القرار ده فتح خير على فئات كتيرة في الشعب، الطبقات المهمشة اللي شغلها كله في المعمار. عارفين طائفة المعمار فيها البنا، وفي اللي بيشتغل في المحارة، في اللي بيشتغل في الشيل الرمل، في الرمل، اللوادر، العربيات، الحفر. لو تتخيلوا كم المهن المرتبطة بموضوع البنى ده هتعرفوا المسألة ماشية ازاي. نتمنى يعني للجميع الخير، نتمنى المصريين الحبيبة الخير والرخاء. عايزه اقول لحضراتكم ان شاء الله الناس في القرى، اهالينا في القرى وفي الارياف، هم الفرحانين بالقرار ده، لانه المدن الجديده معروف قصه البناء فيها وقصه الترخيص والمساله في الجهاز وليها اشتراطات اخرى. لكن القانون ده هيعود بالنفع على الناس في القرى، الناس في المناطق الريفيه. في المحافظات هتقولوا لي هو هيسر العمل بالقانون ده امتى؟ فور وصوله للمحافظين، بيدي التعليمات للمراكز في المدن على مستوى المحافظات، ويتم البدء فيه بهذا القرار. القرار ده عمل انتعاشه كبيره، القرار ده عمل فرحه للاهالي في بلادنا. كمان عايزه اقول لحضراتكم هيعمل سيوله، يعني الوقت اللي الناس بتشتكي لانه الشغلانات وضيق الرزق ومش عارف ايه، لا، الدنيا هتشتغل ان شاء الله. المقاولين اللي كانوا تعرضوا لخسائر، في فجاه ارتفع سعر، فجاه السعر نزل، الكلام ده كله ان شاء الله الفتره الجايه مش هنلاقيه. نتمنى الخير للبلد، نتمنى ان شاء الله كل الفئات انها تلاقي تشتغل وتلاقي فرص عمل. كمان الناس اللي كانت متعطله وعايزه، اللي عايزه يبني دور عشان يجوز ابنه، اللي عايز يوسع، اللي كان سايب مساحه، اللي عايز يعلي،
كل ده ان شاء الله المشاكل دي كلها تداركوها. قانون 2008 كانت الناس شغاله بيه وكانت الناس مستريحه. كان هتقولوا لي طب ليه اتعمل قانون 2021؟ هقول لحضراتكم انه قانون 2021 كان ليه ظروفه وليه الشروط اتعمل في توقيت معين. كان لازم وقف الارض على البناء على الاراضي الزراعيه، كانت المساله اتوسعت جدا وكان صعب السيطره عليها. القانون كان استثنائي 2021، دلوقتي قانون 2008 زي ما قلت لكم في اول اللايف لف وارجع تاني، هنشتغل ب 2008. تقدروا ترجعوا للوحده المحليه، الادارات الهندسيه في الوحدات المحليه في المراكز عندهم الاشتراطات، عندهم القانون، تقدر من خلالها تخلص الاجراءات بكل سلاسه ويسر وبدون تكلفه عاليه، وبالتالي هيتيح للناس ان شاء الله ان هم يبنوا اللي كانوا متعطلين طول الفتره اللي فاتت وكان مزعل فئات كتيره. كمان زي ما قلت لحضراتكم تاني هيتيح لفئات كتيره العمل وهيفتح باب رزق. وبشكر حضراتكم، كنا معاكم من صاله تحرير البابا نيوز.